دي اوضه مطفيه اهو ممدوح. برضو بننورها بالطاقه الشمسيه كده. لا هي كده منوره بالطاقه الشمسيه كده كده منوره بالطاقه الشمسيه. كمان التلفزيون ده شغال طاقه شمسيه. في فيشتين اهو لو حضرتك خدت بالك في فيشه حكوميه كهرباء دي وفيشه طاقه شمسيه. كولر ده طاقه شمسيه. كولر ده برضو طاقه شمسيه نفس الكلام. تعال اتفضل. دي احد نقاط استخدام الميه السخنه في البيت من سخان المياه الشمسي. لو فتحنا كده وابتدينا نبص فتره كده معينه بلاقي ايه الميه بتبتدي تسخن وبتسخن فعلا جدا لدرجه ان انت بتحتاج ان انت تغير الايه الخلاط بالشكل ده. بيديني في الصيف حوالي 70 درجه وبيديني في الشتاء حوالي 65 درجه. بقدر استخدمها للحمامات للمطبخ لاي حاجه انا عايزها بدون اي مشكله اطلاقا. بتبتدي يعني تسخن فعلا. السخنه دي يا نعم جايه من الطاقه من سخانات المياه الشمسيه من سخان الميه الشمسي اللي موجود فوق السطوح جنب القلايا. تمام. بيغذي البيت كله حمامات ومطابخ وغساله. بيغذي الحمامات اللي موجوده في البيت. نعم نعم. وكل شيء موجود الحمامات والمطابخ والغساله. حلو جدا. بميه سخنه صيف وشتاء بالطاقه الشمسيه فقط بدون اي كهرباء. دي منوره طاقه شمسيه. المروحه اللي فيها شغله شمسيه فحتى الاوضه لو فيها تكييف مش محتاجه اشغل التكييف لان المروحه كافيه والاضاءه كافيه. الكهرباء الثانيه موجوده برضو لو انا عايز الكهرباء العموميه موجوده. لكن دي كده كافي. المطبخ نفسه نفس الكلام. لو دخلنا برضو نفس الكلام هتلاقي في دي الاضاءه العاديه ودي دي طاقه شمسيه والمروحه نفسها طاقه شمسيه هي شغاله. مروحة شغالة في المطبخ طاقة شمسية والإضاءة طاقة شمسية. إذا تقدر تعمل كثير من الأحمال الكهربية. لو عندي غسالة أقدر أحطها برضو في الفيشة. بس ما فيش تلاجة شغالة طاقة شمسية. لا في عندي تلاجة بشغلها طاقة شمسية في بعض الأحيان الحمل حسب الحمل اللي عندي. حسب الحمل. يعني عادة فيشة جنب فيشة. طاقة شمسية تصلح لتشغيل أي معدة. الذي يحكمك هو الاستهلاك الكهربي وحجم السعة الكهربية اللي عندك اللي أنت حاططها فوق السطح. تستوعب ده ولا لا تستوعب ده.